السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. حبيب قلبي جيجي النهارده جايبه لكم وصفة حلوة جدا، مش وصفة واحدة لا وصفتين، وهنعملهم بسرعة بسرعة مع بعض ان شاء الله. وصفتين دول بقى لتبييض الاسنان وكمان ازالة الجير اللي بيبقى موجود ومتراكم على الاسنان عشان الضحكة تبقى حلوة كده في العيد. يلا بينا هنشوف وصفتنا، ومتنسوش بقى لايك للفيديو عشان يوصل لكل البنات تشوفه، وكمان شير لكل اصحابكم. هنبدأ وصفتنا، يلا بينا. بصوا بقى، انا معايا النهارده زي ما انتم شايفين صبع الموز الجميل ده، انا مش هحتاج فيه غير القشره بتاعته بس. هقول لكم دلوقتي هعمل فيها ايه. بصوا، هاخد القشره كده اهي بالشكل ده، هقسمها اتنين كده اهو، والقشره التانيه كمان. بصوا ومعايا هنا، بصوا معايا اول حاجه، معايا هنا معجون الاسنان. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اضيف قطعه صغيره كده اهي، ومعايا برضو هنا البيكنج باودر، هاخد منه حاجة بسيطة قوي اهو، بسيطة جدا زي ما انتم شايفين اهو. وهبدأ افردها كده على القشور الموز اهو، وهحطها على الاسنان، هحطها في الفم كده واحركها بحركة بسيطة كده على اسناني. بصوا يعني مثلا هحطها كده واحركها على اسناني بالشكل ده. طبعا بنقفل الفكين على بعض وبنحركها كده اهو. هتفضلي تضحكي كده يعني دقيقتين بس، مفيش غيرهم اهو بالشكل ده كده تمام. وهناخد واحده تانية، وطبعا هيبقى موجود المعجون زي ما انتم شايفين كده، ومعجون والبيكنج باودر. هحط واحده تانية، مش لازم احط عليها حاجه تانية، وادعك برضو كده في الفكين بالشكل ده اهو. اعمليها بقى مرتين ثلاثة كده، مش في اليوم يعني، مرتين ثلاثة بالقشور يعني 3 4 قشرات كده، وادعكي بالشكل ده عشان القشرة دي مفيدة جدا جدا للأسنان. ده بالنسبة لأول وصفة اهي، وزي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة جدا جدا. هنشوف بقى الوصفة التانية بسرعة برضو مع بعض اهو. بصوا معايا هنا الطبق ده زي ما انتم شايفين كده، هاخد معايا هنا قطعة صغيرة جدا اهي من معجون الأسنان، هضيفها في الطبق بتاعي اهو. ومعايا هنا الجنزبيل، وممكن تستخدمي الجنزبيل البودر والجنزبيل الفريش. لو الجنزبيل الفريش هاتيه وبشريه، يعني نبشره او نطحنه. وهنتعج بيه بقى ازاي؟ بصوا بقى معايا هنا ليمون، هبدا اعصر قطرات بسيطه كده مش كتير، ولو انت عندك حساسيه من ليمون ضيفي ميه تمام. وهبدا اقلب كده اهو بالشكل ده. بصوا يعني على قد فرشة الأسنان بس اهي، على قد مرة واحدة بس هستخدمها اهي. دي هتبقى معايا اللي انا هستخدمها، هضيفها على الفرشة بتاعتي وهبدأ ادعك بيها وافرش بيها الاسنان. يبقى احنا كده عملنا الوصفتين الحلوين دول، وسهلين وبسيط جدا. وزي ما قلت لك، لو مش عندك الجنزبيل البودر استخدمي الفريش العادي اللي احنا بنبشره ده وبنستخدمه للتخسيس. اما صبع الموز بقى فهتاكليه. حبايب قلبي، دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، تبييض الاسنان بتخلي اسنانك زي اللؤلؤ، وكمان بتخلي ريحة سنانك تحفة جدا جدا. ما تنسوش بقى شجعوني باللايك، واشتركوا معايا في القناة عشان كل فيديوهاتي توصل لكم ان شاء الله. انتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم لأغلى حاجة في حياتي.